القضاء اليوم هو اللي بيحميك. اذا اليوم انت ما عندك فصل حقيقي على مستوى فصل السلطات بالسلطه القضائيه تكون مستقله، انت ما فيك ترتاح، ما فيك تعمل دوله جديده. ولكن فتقدر تفصل سلطات بدك تعهد، ومن ثم بدك قضاة نضاف، والقضاة النظاف بدك تريحه، ما بدك تفرش القانون يروح يرتشي، يعني بدك تريحه، بدك اول شيء تختار حسب الكفاءة مش حسب الواسطة، حتى إذا مرحلة أولى اعتبرنا إنه في بالوظائف العامة نعتبر إنه في تمثيل طائفي، تنقي أحسن ناس بالتوالي في أسوأ ناس. طبعاً. بدك تصح أجور القضاة والقاضي، بدك تخرج قضاة زيادة لحتى الملفات تتراكم ويقدروا يلبوا، فليش يصير كل واحد ولا بالآخر يمشي ملفات أبو جناب لحتى يلحق لأنه يوصل للعطلة القضائية. سجل بضان يمكن نحكي لك بكثير ملفات، بس بعد في ملف أساسي وملف هو يمكن اليوم عم بيشكل هاجس عند عدد كبير من المواطنين سواء بلبنان أو بغير لبنان، وهو ملف البيئة. شو نظرتك الى واقع البيئة في لبنان اليوم، وهل من حدود بهالاطار؟ كثير في حلول. انا بقابل اول شيء انه لبنان لانه بلد بده يتكل على السياحة، عندك السياحة وعندك كمان السياحة الاثرية وعندك السياحة بكرة الطبية مثل عم يسموها هذه موضة جديدة والتربوية، يعني تجيب الناس على البلد لها والدينية كمان اللي كنت انت اكثر شيء كنت تحكي فيها، باب انه بدك تخلق نوعا ما بيئة معينة للناس تيجي ترتاح فيها، يعني بدون اليوم على بلد سياحي ما بده يجي على مزبلة. وفي كثير حلول لما تطبق انت اللامركزيه الاداريه، ولما انت ترجع تفعل البلديات في امور على مستوى بيئيه فيك تعملها كثير بسيطه، ان كان من خريطه الكسرات العظيمه اللي هي اكبر عمليه صفقات، ام ان كان مثلا معالجه النفايات. معالجه النفايات ما صعب كثير استاذ وليد، هلا صعب كثير لما انت بدك تعمل طائفي لمعمل النفايات، ولا لما نفتح معمل النفايات يكفي الزبالات الغربيه لانه ما قدرنا جبنا قرب لنعمل معمل بالشرقيه، صارت النفايات عم تتراكم، هذا الشيء بيضحك يعني، ما فينا نشتري ولا قطعه غيار لمعمل لانه مشروعنا بغير محل، كمان بيضحك، كما انه انت تكلف شركه واحده بس وتعمل نوع من المونوبول كمان بيضحك. انا من الناس بيقولوا انه لازم كل بلديه او كل تجمع بلديات يعمل معمل لمعالجه النفايات بمنطقته، والمعامل هذه ما حقها شيء، يعني ما حقها مثل ما انت مفكر ملايين دولارات، بتبلش ب 10,000 يمكن توصل ل 100,000 دولار. يعني ايضا لا مركزيه بهالاطار. اكيد اول بتستفيد انت بتخلي على مستوى انه نقل الزباله ما يجيبوه على البيوت، ثانيا مش انه والله يتمرها بالارض، ثالثا كل منطقه بتصير مسؤوله عن حالها وبتنمي وبتعمل نوع من انماء، رابعا انت في بتستعمل بالنهايه الزباله اللي بتكون انت حرقتها لتستعملها كسواد في المناطق اللي انت بتكون عم تزرع فيها، او ترجع تبيعها للمناطق اللي هي بتكون بحاجه الى السواد. هلا على مستوى المياه انت بتعرف انه لبنان يعني عنده انا برايي الذهب الابيض الجديد، لانه بعد الذهب الاسود اللي هو بترول الذهب الابيض المي. ما في حدا بلبنان عامل درس حقيقي اليوم كان معمول ايام زمان لحتى نعرف كيف نستفيد نحن من هالثروه هيدي اللي الله نعم في لبنان فيها. اليوم لما نشوف انه بدول مثل السعوديه او الخليج عم يعملوا معامل تكرير لمية البحر، لما نشوف انه كان في مشروع يجيبوا ايسبرغ جبل ثلج يجيبوه ليدوروا، انا بعد بقول انه ما بدك هالقد، بدك محطات تكرير للمياه كمان بالمناطق بالضياع، هالمحطات التكرير هيدي مش هتستعمل انت المياه للسقي او تستعملها كمان لغير امور، بدك تعمل خزانات تعرف كيف تخزن المياه وتستفيد من المياه عم تخزنها، وبدك تعرف ترجع تنظم خريطه ايضا توزيع المياه بلبنان، وهيدي امور كلها سواء انا برايي فيك تقوم فيها، ولما تعمل نوع من اللامركزيه بتصير كل منطقه هي فيها تهتم على حجمها وعلى مستواها قبل ما توصل على حجم الوطن كله سواء.